من خلال الدعم الذي تقدمه لجنة إعادة الاستقرار للمشاريع الخدمية الممثلة بالمياه والنظافة، دعت الحاجة لتفعيل دور الجباية لتحقيق الاستدامة اللازمة لهذه الخدمات بعد انتهاء فترة الدعم المقررة. يبرز أهمية الجباية من خلال أنها تحقق الاستدامة من ناحية، ومن ناحية أخرى أنها تعطي مؤشر قوي على مدى تفاعل وانسجام المواطنين مع المجالس المحلية. من خلال ذلك أقامت لجنة إعادة الاستقرار العديد من ورشات الجباية في المنطقة. حضر هذه الورشات المجالس المحلية والفعاليات الأخرى المرتبطة بالموضوع، تم من خلالها إبراز دور الجباية وأهميتها، وكذلك توحيد السجلات والورقيات اللازمة للتحصيل اللازم في عمل الجباية.